كان الكل يعني خائف جدا أن يكون هناك قد يكون هناك ألغام، قد يكون هناك يعني آثار دمار تخريبية لا يمكن بدء الدراسة معها، لكن ما إن بدأنا حتى بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها الأولى. أنا الآن ألاحظ الطلاب يأتون ويذهبون من الجامعة وكأنه لا توجد حرب. لم نستطع أن نعود إلى النفسية للطالب كما كانت من قبل. تمكننا بعد خروج الميليشيا وطردها وتحرير الجامعة بعد عام ونصف العام من دخول الجامعات، وجدنا الجامعة مهدمة، وجدنا المعامل لم تكن متواجدة بالشكل المطلوب، وجدناها قد تم نهبها واقتحامها، ولم نجد إلا الكراسي فارغة فقط.